مرحباً يا أصدقائي الأعزاء، قصتنا اليوم تدور حول المماطلة. كان علي صبياً صغيراً يعيش مع والده في قرية صغيرة. كان والده يدير مرآباً حيث كان يصلح السيارات. لقد وعد علي دائماً بمساعدة والده في المرآب، لكنه كان يأتي بكل أنواع الأعذار للتأخير، قائلاً إن لديه واجبات مدرسية للقيام بها، أو أنه متعب جداً. في أحد الأيام، بينما كان علي يلعب كرة القدم مع أصدقائه، سمعهم يتحدثون عن مدى صعوبة عمل والده في المرآب. شعر علي بالذنب يغمره. لقد أدرك أنه كان يخذل والده بمماطلته وتأجيل وعوده بالمساعدة. ومع تصميمه على إحداث تغيير، قرر علي التغلب على المماطلة. في اليوم التالي، استيقظ مبكراً وتوجه إلى المرآب قبل وصول والده. استقبل والده بابتسامة وأخبره أنه مستعد للمساعدة. تفاجأ والده، لكنه كان سعيداً برؤيته هناك، وبدأوا العمل معاً بحماس. وبينما كانا يعملان جنباً إلى جنب، أدرك علي مدى أهمية قضاء الوقت مع والده ومساعدته. رأى الفخر في عيون والده عندما انتهوا من إصلاح السيارة معاً. شعر علي بالإنجاز والرضا كما لم يشعر من قبل. منذ ذلك اليوم، بذل علي جهداً واعياً للتغلب على المماطلة. استمر في مساعدة والده في المرآب بانتظام، وأصبحت الرابطة بينهما أقوى مع مرور كل يوم. لقد تعلم علي أن مفتاح التغلب على المماطلة هو القيام بالفعل الآن، وعدم السماح للأعذار بالوقوف في طريق التجارب الهادفة والضرورية. افعلوا ما تريدون فعله الآن، ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.